اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين هنعمل حائط لخلفيه سرير، هنعمله ستيل 3 سنتي و5 سنتي زي ما حضراتكم هتشوفوا. الحائط ده متكلف في حدود الستيل 130 جنيه، 3 ستيل، 2 3 سنتي، 2 شريحه 3 سنتي، وشريحة 5 سنتي. أول حاجة بنبدأ ناخد المقاسات، وأنا هوضح لحضرتك المقاسات دلوقتي. كل مقاس هكتب لك عليه بحيث اللي عايز ياخد سكرين يشتغل على المقاسات دي. لو انت هتعمله هيبقى تحت الحائط سرير، المقاسات دي هتبقى مناسبة بالنسبة لك، يعتبر لأغلبية الحائط. أول حاجة ببدأ أخطط زي ما حضرتك شايف كده، 90 و60 و75، كل مقاس انا كاتب لك عليه بحيث اللي انت تشتغل عليه لو حابب. اول حاجة بتجيب الستيل ومسدس والسيليكون العظم واللزق، الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي. وبنبدأ بعد كده هناخد كل المقاسات بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وبالمقص هنبدأ نقص المقاسات اللي احنا كاتبينها على الحائط بحيث ان احنا نجهز شغلنا مرة واحدة. وبنبدأ كل مقاس، لو حضراتكم شايفين ارقام انا كاتب على المقاسات اللي قطعتها ارقامها، وببدأ اوزع السيليكون العظم التركي، واهم حاجة يكون تركي ممتاز تركي. ببدأ احط شكل زجزاج وابدأ اثبت كل شريحة انا عاملها في مكانها طبعا. وانا بخطط بعمل 3 سنتي وبعمل 5 سنتي بس الشغل يبقى مظبوط زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ اثبت، وبعد كده باللزق ببدأ أأمن عليه لحد ما السيليكون العظم ينشف كويس، وبعد كده بشيله. ولما باجي اشيل اللزق مش بشيله بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، انا بشيله على تحت او على فوق بحيث اللي هو ما يشيلش الاستيكر بتاع الستيل. بعد كده بجيب المعجون وببدأ اخد يمين وشمال الستيل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، بحيث ان انا ادفن الستيل يعني جوه الحائط ما يبقاش بارز زي ما حضراتكم شايفين كده. فببدأ بالمعجون ابدأ اسحب يمين وشمال، طبعا سكينة واحدة مش بتبقى احسن حاجة، احسن حاجة لما تدي سكينتين او ثلاثة لو هو محتاج او الستيل عالي زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ وباجي في الجزء اللي تحت ببدأ الف كده بحيث ان انا املي معجون في طرف الستيل، بحيث اللي هو برضك يبقى في سوى الحائط ما يبقاش الحرف بتاع الستيل واضح زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بستنى السكينة الأولى تنشف، وبعد ما بتنشف كويس ببدأ أسحب سكينة تانية بالعرض بحيث إن أنا أساوي الستيل بالحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها. لو أنت عندك الحائط كويس مش لازم تسحب الحائط كله، زي ما أنا شغال كده بتسحب مكان الستيل. وطبعا لما يبقى الستيل قريب من بعضه فانت بتسحب الجزء بتاع الستيل كله عشان الفرق مش كبير، فالافضل اللي انت تسحب يكون المعجون كله في سوى واحد. ببدأ ادي سكينة تانية بالعرض حيث ان انا اساوي الستيل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا انت بتسحب معجون لحد ما تلاقي الستيل بقى مدفون ومفيش اي مشكلة ولا اي حاجة ظاهرة منه وشكله ناعم مع الحائط، وبعد كده بتبدأ تشتغل مفيش مشكلة زي ما حضراتكم شايفين كده. احاول اوضح لحضرتك المعجون من قريب. زي ما حضراتكم شايفين كده يعتبر المعجون في سوى الستيل وسوى الحائط مش باين اي ولا كأني في ستيل في الحائط.
بسيب المعجونة تنشف، ولما بتنشف زي ما حضراتكم شايفين بتغير لونها كده، بتبقى أبيض أكتر لو أنت ساحبها لون أبيض. بعد كده ببدأ أصنفر كويس جدا، بجيب صنفرة 180، في أنواع زي الخرتيت أو الغزالة أو الألماني. بتجيب صنفرة 180 وبتبدأ تصنفر كويس، بتنعم الجزء بتاع المعجون كويس جدا. وبعد كده بنبدأ نعمل أرضية القطيفة بنفس لون القطيفة اللي هيتعمل. ببدأ أخد فرشة وبعد كده أدهن وش يكون تقيل شوية من البلاستيك المط زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا لما بتدي مش بتشوف الستيل خالص، بيبقى عشان انت سحبه معجون دفن فمش بيبقى باين. طبعا الحائط ده بياخد يعني من 2 لـ3 رتل قطيفة حسب الرمي اللي انت بترميه عشان تعمل التأثيرات بتاعته. طبعا يعني لو 2 رتل ممكن يكفوه، ولو 3 رتل هيبقى أفضل زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. يعني الحائط ده واخد حوالي 3 رتل، يعني لو انت عندك 2 حائط زي ده ممكن ياخدوا جالون و2 كيلو، يعني كل حائط 2 رتل ونص، ويطلع ممتاز، هيطلع زي ما حضراتكم هتشوفوه في الفيديو. ببدأ أدي وش خفيف جدا، بخف القطيفة يعني جزء من القطيفة قليل، بخفه بنسبة 70% أو 60% من المية، وببدأ شبه أنا بغسل الحائط بالقطيفة الخفيف عشان لما أجي أدي القطيفة التقيل أو الشحم يبدأ يظبط معايا، يبقى الأرضية شبعانة زي ما حضراتكم شايفين. بقى للناس اللي حابة تتعلم أو المبتدئين أو لو حد في البيت حابب يعمل بنفسه، أنا هحاول أوضح لك على قد ما أقدر. بتبدأ ترمي الخامة بالرولة الصغيرة زي ما حضراتكم شايفين، وانت بترمي بقى الخامة تقيلة، انت مش بتخف كله، انت بتاخد شوية في الأول تخف وتدي وش، وبتسيب الخامة شحمة أو تقيلة زي ما هي. يعني ممكن الكيلو تديله يعني 2 رتل أو 3 رتل، ممكن تديهم نص كوباية مية، الكوباية العادية بتاعت الشاي دي. تبدأ تخف حاجة بسيطة جدا، وبتبدأ ترمي على الحائط، وبتبدأ تمسك المالك وتبدأ تلف بالطريقة اللي حضرتك شايفها. طبعا انت بتلف بالطريقة دي انت كده ما خلصتش، انت بتفضل كل ما بتخلص جزء بترجع تاني للجزء الأولاني، تبدأ تشتغل تلف بالطريقة اللي حضرتك شايفها، بحيث ان انت بتقلل شكل التأثيرات دي او بتعملها متناسقة مع بعض. بتبدأ تضيف القطيفة على الحائط، وبتبدأ بالمالك تشتغل بالطريقة اللي حضرتك هتشوفها، اللي انت تعمل شكل دوائر وتدخل التأثيرات كلها ببعض. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الجزء اللي اتعمل القطيفة ده لسه مخلصش. الجزء ده هنرجع نعيد على التأثيرات بتاعته تاني زي ما حضرتك شايف، بحيث ان انا انسقها كلها مع بعض وما تبقاش التأثير شكله كبير. انا كل ما برجع اعيد عليه تاني كل ما انا بصغر شوية شكل التأثير، وبيدينا شكل متناسق وافضل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا كل ما بتعوز تأثيرات صغيرة كل ما انت بتبدأ تشتغل بالمالك كتير وبترجع. المهم بقى في الموضوع ده اللي انت تكون قافل الشباك والباب، بحيث ان انت ما تدخلش هوا، وتقدر القطيفة تاخد وقت عقبال ما تنشف وتبدأ ترجع تاني. لكن لو انت فاتح شباك او هوا او في مصدر هوا داخل كتير للحائط هينشف بسرعة ومش تعرف، وممكن يعمل لحامات منك. لكن بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي طول ما فيش هواء داخل في الغرفة تقدر تتحكم في الحائط كله وتشتغل فيه براحتك. حتى لو انت بتخلص اخر جزء زي كده بترجع تاني للاول، بيبقى لسه ما نشفش.
وبيبقى فيه مساحة اللي انت ترجع بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. احنا بنبدأ بقى ننسق الحائط كله مع بعض، وبيخلص الحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها. ببدأ اشيل الستيكر بتاع الستيل. طبعا لو الستيل مش باين ذهبي يديم الاضاءات، لكن هو على الطبيعة طبعا ذهبي، وهيبان في الفيديو اللي هو ذهبي، بس ممكن يكون دلوقتي مش باين قوي عشان الإضاءة. ببدأ أشيل الستيكر، يعني في الفيديو ده باين أكتر، فهي موضوع إضاءة بس مش أكتر. زي ما حضراتكم شايفين كده، الجزء اللي فوق دوت أنت بتشتغل براحتك، وبعد كده بتحط لزق وبتبدأ تدهن الأبيض بحيث إن أنت تظبط الخط اللي فوق الستيل ويبقى شكله شيك. بدل ما بتحدده بإيدك أنت بتحدده بالستيكر أو اللزق، وبتشيل بيطلع معاك مظبوط، وبيطلع الفينش بالطريقة اللي حضرتك شايفها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك في القناة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.